نروح لموقف مشاركة صلاح مع ليفربول في نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي النهاردة الساعة 5 مساء على ملعب الويمبلي. مؤشرات إيجابية استقبلها يورجن كلوب بخصوص إمكانية مشاركة نجمنا محمد صلاح وأيضا داروين نونيز أمام تشيلسي. موقع ليفربول إيكو قال إن محمد صلاح وداروين نونيز احتمالية مشاركتهم هتكون كبيرة، ولكن القرار النهائي هيتم اتخاذه قبل المباراة مباشرة على حسب حالتهم، وإن حالتهم امبارح وقت تدريبات ليفربول كانت جيدة وأسهم مشاركتهم ارتفعت بنسبة كبيرة. تقارير الإنجليزية أكدت إن صلاح ونونيز هيكونوا في قائمة المباراة سواء شاركوا أساسيين أو شاركوا يعني كبدلاء، ولكنهم هيكونوا ضمن ال 18 لاعب زي ما انا بقول لحضراتكم سواء لعيبه اساسيه او على دكه البدلاء. طبعا محمد صلاح كان اتجددت اصابته بعد مشاركته في مباراه برينتفورد في الدوري بعد غياب طويل لمده شهر تقريبا بسبب الاصابه اللي كان يعني حصلت للنجم المصري في مشاركته مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. نروح لتصريحات يورجن كلوب قبل المباراه المنتظره النهارده بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كاس الرابطه الإنجليزية. كلوب قال إن ليفربول استحق التأهل لنهائي كأس الرابطة بكل تأكيد، وإن مفيش شك في ده، وإن المنافسة بين لعيبته كانت مفيدة لليفربول، وإن الفوز على تشيلسي 4-1 من شهر في أنفيلد مش هتساعد في النهائي، وإنهم لازم يلعبوا مباراة قوية تانية. المدرب الألماني قال إن النهائي دايما بيكون مباراة مختلفة، إنهم لعبوا ضد تشيلسي يعني كذا مرة، إن الناس كلها عارفة ان المباريات دي مفيش حد يعني مرشح للفوز فيها. طبعا ليفربول هو اللي بيحمل الرقم القياسي في التتويج بكاس الرابطه برصيد 9 مرات، اما تشيلسي ففاز بكاس الرابطه 5 مرات قبل كده. وخليني اقول لكم برضو ان اخر لقب فاز بيه ليفربول في كاس الرابطه كان على حساب نادي تشيلسي في عام 2022 بضربات الجزاء، واللي انتهت ساعتها 11-10 لنادي ليفربول.